الدوسري يبحث عبد العزيز عن البيشي ولا عن ياسر، يمرر سريع حلوة إلى ياسر، يو يا حلاوة اللاعب الخبير، يا حلاوة الخبرة، جول هلالي بالنظام البسطي بنظام ماركو فان باستن، يسجل ياسر القحطاني بعد تمريره ولا احلى في مرمى الفيصلي رغم صعوبة الزاوية، لكن يبقى اللاعب الخبير له وزنه ويتقدم الهلال في الدقيقة 12 بهدف بقدم ياسر القحطاني، حلوة وزاوية صعبة وجميلة من ياسر وبنظام باستن يسجلها ياسر القحطاني في مرمى الفيصلي. حصل الهلاليون على ما يريدون وسيضطر الفيصلي لفتح اللعب مرة أخرى.